نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله من شائعات على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن بيع الموانئ المصرية لجهة أجنبية وشدد المركز الإعلامي نقلا عن وزارة النقل على أن الموانئ المصرية ستظل مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية وأضاف المركز الإعلامي أن إنشاء وتطوير مشروعات وزارة النقل ومنها مشروعات النقل البحري والموانئ البحرية تتم بأيادي استشاريين وشركات وطنية مصرية مع الاستعانة بالخبرات الأجنبية في مجال توفير البنية الفوقية مثل المعدات الحديثة وتكنولوجيا المعلومات ونظم الإدارة والتشغيل فقط